مشاهدينا إلى هذا المؤتمر الصحفي في القاهرة طبعا للمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. هذه مدينة لم تكن ربما ثرية جدا وقد يكون من الصعب العيش فيها، لكن هذه المشكلة لم يعيشها من قبل. هذه الصدمة الأساسية التي أحسست بها، وأنا غاضب للغاية بسبب هذا الضرر الذي يتسبب به هؤلاء لإخوانهم وأخواتهم وأطفالهم. وبالأمس وجهت مناشدتين أود أن أكررهما اليوم. المناشدة الأولى هي موجهة للمجتمع الدولي. لدينا الآن 175 ألف شخص نزحوا إلى مصر، وربما نفس العدد نزح إلى بلدان أخرى مثل تشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها. الولايات الأمم المتحدة بقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجهت مناشدة للحصول على 600 مليون دولار للاجئين، والأمم المتحدة راجعت أيضا مناشدتها للتمويل داخل السودان. يمكن أن أقول الكثير، ونحن لازلنا متواجدين داخل السودان، وهذه المناشدة لم تحقق إلا 10% من التمويل، حوالي 1.6 مليار دولار. هذه المناشدات كانت هنا داخل السودان. فالأمم المتحدة تقول نحن بحاجة لثلاث مليارات دولار بسبب العدد الكبير للاجئين واحتياجات اللوجستات. ماذا بوسع 10% أو 2% من هذه المناشدة أن تحققه؟ هذا غير مقبول. سمعت هنا في القاهرة وفي الإقليم أيضا إن ثمة محادثات بشأن عقد مؤتمر المانحين لتعبئة الموارد. هذه ضرورة ملحة. نحن نتحدث عن المانحين بما في ذلك في منطقة الخليج. هذه المساعدات يجب أن تتسارع. ماذا بوسعي أن أقوله لحكومة تشاد وحكومة مصر وحكومة جنوب السودان؟ أذهب إليهم وأقول لهم أرجوكم استقبلوا اللاجئين وقدم لهم معاملة حسنة، ولكن لا أقدم لهم شيئا. يجب أن نكون دقيقين. ثم لدي مناشدة للحكومة المصرية التي كانت سخية للغاية وأبقت على الحدود مفتوحة لوصول اللاجئين. وأنا أتفهم وأقدر أن الوضع مليء بالتحديات، والرئيس أوضح لي بجلاء مصادر القلق الأساسية بالنسبة لمصر. فهناك مشكلات اقتصادية في مصر والخدمات تحت ضغوط هائلة، لأن السودانيين يستفيدون من اتفاق حرية الحركة ويمكن أن يلتحقوا بالمدارس. هذا شيء رائع وأشجع مصر على مواصلة ذلك، لكن أن يتفهم أنهم بحاجة للموارد المالية. بعد حشد الموارد المالية نود من هذا السخاء والكرم أن يستمر. فمصر مثال يحتذى. أتفهم أنه كان هناك الكثير من الحديث بشأن أولئك الذين علقوا في الحدود ويستطيعوا العبور، لأن هناك في الاتفاقية ما ينص على الحصول على تأشيرة. هذه مسألة أمنية، وما قلته للسلطات على الأرض، وكان في الواقع هناك حالات بعينها وقفنا عليها. فعلى سبيل المثال كان هناك أسرة بطفل يعاني من إعاقة. قلت إن هناك بعض الاعتبارات الإنسانية، طبقوا القوانين صحيح، ولكن قوموا بذلك بذهنية إنسانية ويمكن أن نساعد في هذا المجال. قال للرئيس وقد شرح لماذا هم يقومون بتنفيذ هذه الأنظمة الصارمة، ولكن قال لي إن مصر ستحاول دائما تكون إنسانية قدر المستطاع. وقلت له إنني سوف أحفظ كلماته وسوف أستخدمها، لأن هذا ما نحتاج لسماعه. بالمناسبة
نحتاج أيضا لمساعدة العالقين داخل السودان. هذه مشكلة كبرى لأننا لسنا هناك بعد. هناك بعض الدراسات، ليس دراسات وإنما بعض التقييمات على الأرض حتى نتمكن من القيام بعمل ما. في الوقت الراهن نحن متواجدون في بورت سودان وفي شرق السودان، والولايات المتحدة تدرس كيف يمكن أن توسع تواجدها في أماكن أخرى. إذا استطعنا تحقيق ذلك سنساعد الأطراف الأخرى. هذه هي الأمور التي ننظر فيها في الوقت الراهن. مرة أخرى مناشدتان وجههما للمانحين، سرعوا بمساهماتكم لأن البلدان المجاورة بحاجة لذلك، وكذلك الشعب السوداني. وبالنسبة لمصر، حافظوا على ضيافتكم التقليدية الساخية تجاه أولئك الذين يفرون من ظروف مروعة. شكرا لسعادة المفوض السامي. عفوا، يمكن أن نبدأ بالترجمة، ولكن طالما أنهم يسجلون البيان كنت أعتذر لكم، كان ينبغي علي أن أتوقف، ولكن ربما يمكن أن أنتقل الآن لتلقي الأسئلة. هل توافقون على ذلك؟ تفضل أو تفضلي. رندا، أرجو استخدام الميكروفون. إذن مشاهدينا، نتابع هذا المؤتمر الصحفي لفيليبو غراندي. نتابع. Of course, you have made lots of appeals till this is met. We have a problem. We have a pressing problem, especially in Egypt. Egypt is hosting more than 5 million Sudanese out of 9 million refugees. They live with Egyptians. Egypt now is facing an economic crisis, and this is adding to its crisis. And you know what you said about the security. تحدياتها الأمنية والتحديات المرتبطة بذلك، وهناك طبعا مخاوف أمنية. كيف يمكن المساعدة في حل هذه التحديات الكبيرة؟ ما هو الحل؟ كيف يمكن النظر في هذا الأمر؟ I hear what you're saying and you are right. أسمع ما تقولين وأنت محقة. يجب أن نعلن عن ذلك للعلن بشكل ملح. ثمة نوعان من الدعم الضروري برأيي. أولا الدعم الفوري الإنساني، لا سيما بالنسبة للقادمين الجدد. وبالمناسبة لاحظنا، زملائي لاحظوا، ولست شخصيا، الكثير من الأهالي في الجنوب يستفيدون أيضا لاجئين أو يقدمون لهم العون. فهذه المساعدة لا يمكن أن تقتصر على اللاجئين، وإنما يجب أن تشمل أيضا الأهالي في جنوب مصر الذين يستقبلون الموجات الأولى للاجئين. هذا أمر ملح. وإذا ما استجابت الجهات المانعة، وهذا يمكن أن يكون أن يتم بشكل فوري، لدينا بنية تحتية وتعاون جيد مع الحكومة، فيمكن أن نسرع هذه الإجراءات، وقد بدأنا بالقيام بذلك من خلال استخدام مخزوننا، لكنه ينفذ، ولدينا بعض المخزون الذي يمكن أن نستخدمه. إذن هذا أمر إنساني لن يحل المشكلة الكبرى التي تلمحين إليها، بمعنى الوجود الكبير للاجئين للسودانيين وكذلك غيرهم من الأجانب الآخرين. هذا يحتاج إلى تقديم مزيد من الدعم لمصر أيضا. هذا الدعم لن يأتي سريعا، أستطيع أن أؤكد لك ذلك، ولكن يمكن أن تحل بالجدية بهذا الشأن. بالنسبة لبلدان أخرى التي تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين، لقد قمنا بتعبئة دعم ثنائي من البلدان المانحة ومن المؤسسات المالية، وهذه المساعدات تستهدف بلدان بعينها لاستضافتها أجانب. وما تهدف إليه هذه الموارد هو خدمة متطلبات التعليم والرعاية الصحية. بالأمس
شرح لموظفو الصليب الأحمر كيف أن عدد كبير من اللاجئين هم مرضى أو يواجهون صدمات كبرى. إلى أين يذهبوا؟ إلى مستشفى أبو سمبل، وباعتقادي هذا ليس مستشفى كبير. هذا مثال بسيط يمكن المفوضية السامية أن تساعد في المجال الإنساني، لكن بنية مستشفى أبو سمبل وهو مستشفى عمومي يحتاج للمساعدة عبر وزارة الصحة المصرية. هذا ما ينبغي القيام به، قد يستغرق الوقت فترة أطول، لكن تحدثت للحكومة بهذا الشأن، قمنا بذلك من قبل لكن لم ننجح، وعلينا أن ندافع عن ذلك الآن. وهذه الظروف الطارئة يجب أن تعزز حل هذه المشكلة. وقلت للرئيس أن أصعب أمر هو أنه عندما نقوم بما نقوم به أرجو الإبقاء على الحدود المفتوح. أنا كمفوض سامي لشؤون اللاجئين يجب أن ندعو لذلك، وهذه أوضاع صعبة نحاول أن نتعامل معها. رند هذا تحديدا ما جلب الأمين المفوض السامي إلى مصر لمساعدة اللاجئين، وكذلك المجتمعات المحلية اجتمع مع اللاجئين وعمل أهالي لهذا الغرض أيضا. نعم.